يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. معين جزاه الله خيرا شيخ حسن وحوي سفي عن الموضوع إنه قضى دقي وأنا موضوع رنتي استصاق لي أو مارك ساعة موضوع كل يومية مارك الله هذا يا علمك يا طالب العلم يا معلمك اللي جبرني علمك قيمت أنك له وحوي احترامك يا توقيرك الشيخ أما معلمك كله أردقيسة احترام الطالب لشيخه أما توقير الطالب لشيخه أو لمعلمه مركز الله صوت شيخي أدبت طالب العلم وحكم بدعة كارهان طالب العلم الشرعي مركز أردين الله يلاحظي طالب العلم دو حو شرف بدن كعلم الشرعي طلبية أردك علم الشرعي الدين برانية ككلنا هو طالب وصوق عليه لكن كساوقه وليس معلمين توحك برايانا كالدين تهذا وحي كان فعيا آخرة هذا يدو يدا دابا كان فعيا وماركسا أهد حالكي أنبياء دايو نبياء دو كتغينا ككبرايا وشرف بضا ماركا احترام كأردقاس وشيخي سي احترامي توقير كل كمدي أي أدابت بضا طالب العلم أي ماركسا علوم دو شاقان أي لهان جري وحأصلوا قولك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقوريه من علمني حرفا صرت له عبدا قلوا ماذا يهوره يا طلبة يهوره علمك الشرعي قد البيسي كاسي كدولي قف في حرف برا حرفا وحنو نقنا يا أطوان وكله أيانو نقنا سدو مقلي يا أرضك وشيخيسا سدو احترامه سدو دقيسنه سدو قدم بينه سدو وينينه وحوية سدو قورهينه وخدمينه انت ساين غفلا من علمني حرفا صرت له عبدا مركا اداب تقفك مسلمك ايا ماركسا كمدا معاملة دا وناكسن يا اخلاق دا وناكسن كارهان دعدي حق له ادي حق له قفك إنه احترام يا توقير يا تعظيم يا إجلال وأموتي ولا بدأ والد كمده حقوق وين بيليه ومعلمين تيسو كمده أما شيوخ ديسا علم الشرعي أمرك الله هذا يو أما نقنك علوم هذا معلم هي الشيخ ويكل الدوان هاي يعني عرفك علوم هذا معلم كوخوها معلم القرآن هي معلم لورينجري شيخنا وكتبتها علمك قفك ماركس أو أخرى أرضك أما علوم هذا كتب تردقيسة أي شيوخ لوريني شيوخ كي قرآن كهو دقيني معلم بل لوريني معلم مركا واحد وهي معلمين تبقوا دها أما شيوخ دو واحد كم بديه ينطدك الطالب كحق وين كله بل سيدا شيخ حسن كسر نقلي إمام الغزالي وحابا ويري والدين تي معلمين تا كيبا حق وين كله يعني المها مقفك طالبك والد كيسي معلم كيسي كيبا حق بدن بو اسبر برنجي مركا دين على جاي ايغو مارك ساين وكاي وكاي دين عاه ان والدكو وسبب الوجود في هذه الدنيا الفانيه والدكو يعني وحو سبب بو يهي ولدك انو الدنيا دن ان سوك دلي وإله سبحانه وتعالى كو ارزاقي الدنيا دن ماتن كيغا ايو سبب بوها وهدي والد نمدي يا تربية دي يدو حق وين ويان وإن تاسونا معلن نمدي أنو قدرين يا بريدي وقدرين معلن كي وخبرينا الدنيا خربة وبرين سيدو الدنيا دي ساونا لان لها أو كسب لها يا حلاشة وقشة قيسن لها إله وقعب سن لها أيو معلن كي بري آخرة دي سوح أنفعي أيو بري مركا معلن كي تيسونا وحوية نلوشي دائم كاهي نلوشي دائم كاهي دا آخرة وحي كان فعلها ويلمهم بري دين عمرك الغفيري واحد مدعين ومعلمك بحق وين ليه والدين تلو انه اقنا هاي معلمين تلا بربر دقية ليه كيف حق بضا ليه هاي وقوة إله سبحانه وتعالى عبادتي سمرك كهد الله وكو حجسي أن اشكر لي ولوالديك
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حق إلهي مرك لقي ماد وأضمها كليها حق اللباد وحلال لبدا والد معلمك هل كاسا لقارسيه إلا لا ترتنسيه والدك لا ترتنسيه مرك قفك وحصارا عدك استو حق كله إن وينيه وحانا أقوه الرياضات كحقوق دا كله معلم كيسي وحبري أما الشيخ يسي علم قول لقي أي أقوه الرياض رسولك صلوات الله وسلام عليه وحل قوريا إنه ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه حديث كإمام أحمد الترمذي يا وريه نجمد معها قف كان وينين كايجا وين كبير كا كوضيع دادا ويل كان وينين احترامي كيرنا نون حريصا عالم كيجنا حقي سأنا نجرن إن حقي سسينين نجمد معه ويعرف لعالمنا حقه إن حق معلمك أم الشيخة وحسي وينين يا وحوية إنه يعني كم مرمي كرين قفك سدا شيخ حسن كورمي إنه علمي ديني وكبرته شيخ لو كل سوي هاي وعالمة وكل سوي هاي أو مربية أو ربانية إنه علمي كقاط وسدا وشيخي لقى ما برنك رأي علمي من الصحف يعني من الصحائف من صحيفة لقى ما برنك عشيه ونود كتب تصدع وطالعات وسدا وركركتو علمي لقى ما برنك واتيو شيخي كجبي وكجبي مركي ولها أبيات معروفة طلبة العلم ويا قرنان يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم أما توم الحكيم وحيدي شيخ حاسم وحملين يا أبو لقف كان مجرب هين إن ويا أرجع هنا القم وحمودي أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم كتبت هنا يقف هدو فهم ليه وفهم بنيه كتبت كلي هنا يكف لن طعين وطالع عضو كان يكن اسكو ايغو كلمه لو قضى كبارو كلغي وكتاب كيسك ديارسد او علمي فقهي يا تفسيري يا حديثي كلغي اسكا اخرستو وحصدا او هيستا بويري قفكا يعني مجرب كاهي جاهل كاسدا ملين يبو وما يدري الجهول جاهل بوكشاك كا جاهل كي موغا بان فيها قوامض علومتين كجيران وحيابا قرصون حيرت عقل الفهيم وقفك فهم كان بدن وريرينيا الرمام معلمين تو اسكو غدبيان او شيخيه تو اسكو غدبيان او ميشا قفكو عقلغي سنان كو كيني كارين اي شيخ ولبا شيخي او كقاداي او اردغ سيدا او غدبيو او ميل دو او كتوسو او كتلماماج وحبا حرف با دبيعدو حتي دوندو دبيعدو ماركس كدولي كارتا ماركاس اد واخ كلو اخري كارتا marka wuxuu yiri waxaan u ogeyn booli ka jaahilkii inuu cilmi gulee yahay arimo qarsoon oo macallin u baahan oo aqli kaliya lagu keenay idaa runta culuuma bixiri sheekh hadii aad culuumta talabto qod cilmi talib noqoto cilmi raadiso adigoo sheekh ka baraneynin dalalta aan siraat mustaqim waxaad ka lumaysaa wiil wadadii saxda ahayd ee toosnayd waad ka luntay sheekh baa cilmiga sharciiga gaar ahaan diiniga waa sheekh laga bartay way wuxuu sameyn kara qofku mutaalaca cilmiga uu daalacdo oo maktabadaha uu tago uu sameyn kara dhageysi mararka qaar kood waxyaabaha la duubay oo kale uu dhageysto uu sameyn kara laakiin asalku waxa weeye inuu sheekh leeyahay oo hor fadhiisto oo culumta yaani waxa weeyaan u soo bilaaba isagu u soo bilaaba oo ka dhageysta oo ka eega oo qiimeeya waxaad arkaysaa dadka sida wax isku dayayna wax ku bartaan oo dhan dhamaantood cilmigoodu waa naqs ila had ba taajubisa waxa jira dad dadaal badan oo dhageysi badan oo ajalada iyo waxyaabaha la duubay dhageysta oo tafsiirka dhageysta culuumtii dhageysta haddii dadka haddana cilmigooda u fiirsato waa taajubaysa waxyaabaha khaldayaan iyo siday u liitaan ila had qofkan dadaalkiisa badan iyo isma leeka dhageysigiisa badan iyo daalacashadiisa badan iyo cilmigiisa siduu yahay isma laha sababtoo ah macallinkii baa meesha ka maqan halqatu waslin layaab leh oo cajiib oo mucjisa ah ayaa meesha ka maqan sida markuu macallinku ardayga u eego marka horeysa waa mustawiisu uga bilaabay
ماشي والربي قال أرضك ألف وكحوي يعي ألف وغصب بالعبية مركو تجابي ألف وغصب بالعبية كده حدا مرة يحلق ومرة يوقف بالعبية كعرب كيس اللحن جبدين هاي وتوسين يا وحرن يا ورخري بالحديث كآخري مركو آخري ورن هل كان اللي بقده هل كان الله ما كرني بو صدا صار لي رهلا وطل مامي وصار دسيا مالين بمالين تكذب بس أرضك ناس صدا صوت بسمية مركو حقيقة إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم أرمى ودم بس كأي كان هي إلى أن كنقطه من مد كهلاو بدن وكبعد بدن كي توم الحكيم ليه ونن قصص أي كشكيان لكن إن وقول لي هي أي شيء جدير أنت بدن أم الطبيب موها معالم وح وضد كوشيقه نن خلدا أو خلدو شيقه علمي وعالم يهين إسكوايست marka waa ninkii ximaarkiisi dameerkii uu fuulay ama faraskii uu fuulay ayay ugu mahmaayeen wuxuu ku dameerkiisi baa intu la yaabay ninkan yaani jahligiisa jahilnimadiis iyo sidaan u isku ogeyn inuu jahil yahay iyo gabi ka tireeyay wuxuu leeyahay qala ximaarul hakimi toma law ansafa an-nas kuntu arkab qala ximaarul hakimi toma ninkii hakimka ahay toma ama dhaqtarka ama yaani sheeganay damirkiisii wuxuu yiri buu law ansafa an-nas dadku haday cadaalad sameyn lahayeen kuntu arkabu ana wax fuuli lahaa buu ninkan maalka saayib ka dushay iga baxay ana dusha uga bixi lahaa buu labadana wax xaq laa buu inaa wax fuulo ya ana wax laanani jahilun basidun wa saahibi jahilun murakkabun anigu jahil basid aan oo inaan wax ogeyn waan soo gahay buu waxma aqaano inaan wax aqoon waan soo gahay buu ka wax leena jahil basid ma ogtay وصاحبي جاهل مركب ان كان ماركس صاحب كيف وشانيده وجاهل مركب جاهل وي لا يدري ولا يدري انه لا يدري يا اقون مالها ترى وح وي مو اوغين ان وح اوغي وح اسكو هيستا انه جاهل مركب علينا مركا ان احترام كشيف تو وح كيمنيا حق اولي هي تصد الدليل كو هي يا تعليم كا يا تربيه داسي ارضغي وماركس وخبريو وحتصي وي علماء واحد هذا من دخل في العلم وحده خرج من العلم وحده يعني قفك بدون الشيخ سكجرا سوى عن وحبهين وكلجية كلجية بوك على علمها كلجية سوى عن بوك صوب حياة ما كتب سوى كلجية أيو كصوب حياة وحب العلم علماء ده احترام كوي ليه لأنهم ورثة الأنبياء فضل جوجان واتجرنا إنسان فضل العالم على العابد حديث بيامين إنسان كفضل القمر على الكواكب عالمكم فضل جاي دراتكم ديري هي يشرفتكم ديري هي على العابد قف عابده ومساجد كوجرة وص مالتي صامية وعبيك سلاد التاجن وهناك سن صالح عابده لكن أنا عالمهين أنا عالمهين يا عالمك علم قال هاي علمك سكون رقمي labadaas oo wada saalixiin marka la isbarbar dhigo waxay isku yihiin ka fadli qamari ala kawaakib ayu nabiga uu salaatu salaam alayhi sida tayxay xidiguhu ay isku yihiin oo kala weeyeen tayxay xidigu marka tayxay xidigu labaduba soo baxaan abay ka madoog ay soo baxaan cidina xidiga ma tabto oo isma weydiiso mana soo muuqdaan inta badan maxay yeleen tayxa ayaa lagu guuraya lagu guuraa wax lagu arka isaga sheeqinaya kuwa kale intaas oo kale ayay isku jiraan نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلامه كويري فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم عالمكم فضل يشرفته وديري هي قفك عابد كي يسمونه هناك سنة عبادة لكن علم الهي كفضل على أدناكم وفضل يعني دين دارة هي كي نوغو يعني ماركس أخوصية أن إنتان دارة هي أي علمتنا كعابدك عبادة سنة ديري ككلان لو بربر دين كالعلمتا أن عابدك هنا إله سبحانه وتعالى أن عبادة سنين صدا سوكلا ابن القيم أيها يساقون قول صدا سوكلا لك الشيء وحولي كالنجوم في السماء العلماء في الأرض كالنجوم نجوم في الأرض وهي علماء نجوم في الأرض واحد دقال لك جوغا يعني كالنجوم في السماء كالنجوم في السماء وصدا حد دقال عرق وكلا أهبول بهم يهتدي الحيران في الظلمات يوم سببته ده أيو كهان وانا كهلاو صني أما ورير صني مقد يعمركو كتشرو يعني مسائل كويسك جلا يعني ولو ما ضل كهان وانا أتوسيسه وحقه وتلمان توقفك
وحاجة الناس إليهم. وهل كانوا صعده ابن القيم وحيد رحمه الله، حاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. باهدا تذكر علماء ذو قباني وحي كوين تاي تلوق أبو عمتضه يعبتاك يا كمار مكرا طعام يا شراب يا كمار مكرا وحي كوين بوليه باهدا تعلماء ذو اللوق أبو خفك الدين تي سيئو عبادة دي سيئو سلانيمة دي سيئو آخرة دي سيئو خصيص إرهادينه ده علماء ذا أدبوه بعيه يعني علماء ذا وكوش علم بيجي الشرعي تفسير كي قرآن كي كوي قرن أيوه سل ماركس قرن أيوه مركز أنت لو بعيه طعام يا شراب إن كبلا أيو قفك مسلم كي وبعنا عبد الله بن المبارك باي سجرة لوري وحولي من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته من استخف بالعلماء ذهبت آخرته قفك علماء ضي رئيسة فضيت صدا حقرة آخرة دي ستكتبه آخرة دي سوايا كاسي لأن علماء ضي ألكي دين تلقبرين يوي علماء ضي وكوي علم الشرعي يحلاش يحرام تكل شيء يوي كوي لقفة يدي سنة يوي تقفك علماء ضي علماء ضي ودعي كرتابة مثلا شيخ إنانو علم يسا ويعترافين أما شيخ هيسا أو حسكنا إكره، لكن علماء ديارنا، أما علماء دي وويني، هدوقفوا يا رئيس، أو يلام حي شيء جيّه، أو قواسي حقرات يتحقيرها الكابلس والجوكسن، قفك آخره دي سهريس بيكوجرته، عبد الله بن الموارك وحدي ذهب لآخرته، كاس آخره دي سوي ويتكتب، حبك من جيران آخره دي، هل كيو آخره دي سكر هذه لها، أو كبت بعدين لها، وحو كبت بعدين يكبر لها علماء ضي، وعدي وقول دقيسه. علم وجو دقيستو هدي تعلو وياه قف قدام دقي سنة تفسير كعلماء ذو دقيا تفسير كعلماء ذو دقيا القرآن كمان القرآن كي كلام الله دي لا تفسيرنا يمد دقي سنة لأنه ما يقانع علماء احترامنا وما هي ما فري سنة يا علمي هل كان سؤالين يسقون ساجيا وما استخف بالأمراء ذهبت دنياها أمراء ذا قف كيف فضيت صدنا الدنيا ديسا والله جيا بين دع محرانا مرد الدبان ما ضحى قف كيف فضيت صدنا الدنيا ديسا أي وحيالا أنا آخر دي سوى حمق عرسين كرا ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته ولا الله هي صاحب بضئي قفكي يا رئيس تضط كرا شرفتي ساتك تضط مرؤتي شرفتي أخلاق دي ولها أيام ماركسة مركا احترامك طالب العلم الشرعي وسيلي الشيخ قيسة على مر العصور وحيا يد احترام آدي آد أوي إلى ما أنتنا وحنا من سنهين وجروا الوكل الدوين يعني رنتي مرك هذا يكتب معلمين تم أدي قد يكتب هي علماء علم الشرعي قد يكتب صدر الله كلا احترام وكل وين وحويا وحقا مرك قال كودين صف ضاضي بعد مدة احترام كاسي لكن تاريخ ذا أهد وين أنجلي جرهان صومالي ذا كلا صدر علماء ذا علم قد يكتب إيسا شيوخ ذا ولا دق من جلين احترام سائلة أيوها وأنا احترام وأنا وح شرعية أو وناكسن أو مظلومة وي أو أدفع إنه أرضي بو شيخ يسي احترامه لأنه حتى علماء دي ماركس اسكو علمي قاهي أما اسكو دوويد أي احترام جري تاريخ الإسلام ومسلم ابن الحجاج شيخ صحيح ومسلم قال أي بخاري انتو تقوي وحل قوري إنه كوي لسكو وقت باي هاي إمام بخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله أيك علله أنتو تجيب كل يا بخاري يدابون يداوي وقلوا إن الله كارم كذب يا أستاذ الأستاذ أستاذين معلمين تعلمكم اليوم وسيد المحدثين محدثين ت حديثك يا قارن علماء حديثك سيدك وقوم وطبيب الحديث في علله حديثك كي تدويني أكل شيء يعني كيسة صحيحة هي كعسك هي كضعيفك حديثك طبيب كيسيو كذلك قصدي معروف قاهي الزيد بن ثابت صحابي رضي الله عنه هي عبد الله بن عباس قصدي دحمرتي ماركس لقاش شكي الوريو أو أن ماركس الزيد بن ثابت سقو فرس كيسي أما بغشي فوليا أيام ماركس عبد الله بن عباس وقبتي حكمها وقبتي أو حرق وقبتي سوو جوجيو أو ماركس سفع عن أفول مركز سكوي للزيد دعه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كد دابو دادو يسكد دابو هي قبل بوري يعني عبد الله بن عباس رسولك إلهي صلوات الله السلام عليه نادركيو حقبين بوري
مركزو عبد الله بن عباس وحولي هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا علماء ضيضة صدا إن عنو احترامه وحرق وقبرنه ماركس فرس كحرق وقبرنه وأن ماركس احترامه صدا صلى نفريه تبدأ زيد بن ثابت وحسمي كعنتي عبد الله بن عباس انتو صاقبت أيو يسابونا دون كضي مركز الحكومة هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدا صلى نفري أهل بيت كنبي صلوات الله السلام عليه إن أنا نقول احترام مركز احترام كأي توقير كأي وينين تاسي ولا ليال وحيا هي متاريخية وسجر تأيه ولو ماذا مركز شاقيا وحكو سوق طيمية مركز شاقيا أدابتا أن أرض مغولها أرتا أن سيدة صومالي دي رنتي ولو ماذا دو احترام جنين دواد بس أسكواد وضم قشير ولو ماذا أني مركا علمي غاية ديغيان ماشا يكون ديغيان أرددا سي ورتي جرتي وسي فري سي جرتي شيخ اللي قمت دبيني مركاسو شيخ وسوى بحيي وماركسا ماشي سي سيقو لو دياري والله صلى الله عليه كراس طيب وحال القفر الصناعة مجرين لكن دب على الأقل سجاجة ديو وحفي عام وردك أيو إيمان إيه واللو بنيني وطدع وصومري هل كاسو فريساني عشر كو جيديني وحوية وح سؤالة لما ويديني انتو عشر كوجر لما ويدين لأنو آداب تقمد معها يعني عشر كماركو أردك الله أخريو إيه وصا أخريو وحي وفهمي واي أحدو مركو كسو عليو أيو مر لبات شيخ ويدين جر مركلا أو يصير احترام أو يدين جل لكن عشر كده حد يسونار تبين تسوق بودو سواء ولا عشر كيف مراجعين لما سمين جري لما سمين جري احترام كشيخ كم ضاي لو ما دي عشرين سواء عشر كده كجري سؤال لقد ويدين مركزا ماركسا عشر كمركو دمي شيخ كي عشري كلي وضد اللوب النيني وأرضي ذا سحر تاسعيد كعيسى أني جري أي كود الدبيني وحوية صدا صاد بدأ نشاخ وقبحة وحلقية بين وارتي صعدو كبها والدياريو يعني احترام كجري وحوها احترام رنتي آدي آد ماركس أوي أي علماء إيدتكو مسلمين تردمان أي سين جري ماركا كل إيبا أن يعني وحوية عالمكو أردقيسا شيخو أن حقوي بكليها احترامي بكليها سؤاشة أن إن أنا كبدي أن صدا صوك العشر كده حديث سؤالات عنه طيب أرديت مرة قارقو ما دقيقة قارها وحي قرن يا بي ودي أنا كنت جايبين يا با شيخ لفتي سو حسين علي ماركس أن سميني أن عد إن شيخ أكتي س لجوح من أدابته كم طاي خدمة يا كجرتي إن لو أدي يقول الله احترامه يعني أرضه معلم كيس ماركس أن آدي آدو احترامه مركا مسوقه بكرة تاريخ ذاك الشيء كين إذا ما قرر صح أن إسلامي جاه ضدك مسلمين طها هي طلبة علم الشرعي سد علماء ذو احترامه لأن وانك علم جاك قادنا يوي أرض ولا بنا أنت وادويه علماء وحي ورجله أنت والشيخ يسوي وادويه كا ويسد وسيرة قاعدة مركو ويسو باه ما قرر صح كبو مركو كبو باه ده ما مش وده كسيرة قاعدة وده عارية كاوي كتابك ويرسله او دردر صدو شيخو كاسون با كسو بخي جرا لين حرت او كو و هري نكون جير لانو دعاء كو جيرتا سوما دعادي با كو جيرتا هوستا سنيداس او غدعينيا كانا او ججبان او حرتي كاله حرتون بو كميديا او انت عاشق لو اخري ارديد مكمدا لكن سيبو شيخا او خدمتيسا او ججبين يا ماركا كو او هري ان با ارديدا نكون جيري ماركا بارك الله فيكم ان علمي شرعيغا وان لو دادالو الدينيغا علمي غاس بريان دبي و يري هي رنتي علمادونا قيب بي كوليدو و اخرسغا رنتي علمادا مغالدين و اسكا ير كوبان يحي مساجد ولبا و خيرين تفسير كسود على لقا او حديث كسود او علومتي كلا عربي واي كسود اي هي اردايدونا قيب بي كتاي رنتي اردايدي طلبه العلم الشرعي و اجرين لأنه هذه علمات أوتغار إلى هذا كتاب مشايخ نو آخر كان كلام نو آخر علمات ويأخر إلى هذا الفريسان لها مركا علم جاي إني شرعي قارنتي الله صور نقضة كاساء الدنيا آخرة بها اللي بانيا وأن كعضو الضارنا يا ملاهوان ديري والسلام عليكم ورحمة الله.